حصلتش. ارجع لاقوال اللواء شفا داخل الزنازين، من اشعل يا فندم؟ الذي اشعل هم المساجين انفسهم. وفوجئت باشعال الحرائق داخل الزنازين، وصعد على القصر وسئل من قبل النيابه العامه ما هي كيفيه التعامل مع ذلك. كان التعامل معهم من خلال ابراج تامين الايمان باطلاق الاعيره الناريه صوبهم لمنعهم من الهروب. وهو ذاته ما قرره نقيب ثالث محمود السيد المهدي طبيب بمستشفى اليمن، وهو الحق الذي لا مرية فيه في خصوص هذا الذي سكت، ان محاكمه السجن تمت ظهر يوم السبت. تأيد ذلك بشهادة 17 شاهدا في تحقيقات النيابة العامة. أنا محتاج يا فندم أقف شوية مع فتش الصحة، لأنه اللي هو اللي أدرى الكشف الطبي على المبنى عليه. 21/2/2022 مع استمرار حادثة المتاحة. ربنا يبارك. في